عارفين النهارده في مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، الساعه 5 ابتدى يعني بالظبط، يعني اعتقد بيبتدي في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب التتش. عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا ميري. طيب طمني يا كريم بقى عن الفريق، طبعا انت دايما متواجد مع فريق النادي الاهلي، عارف كل الكواليس الخاصه بالفرقه وخصوصا وبالتحديد كمان قبل مباراه مهمه جدا في اياب دور الثمانيه امام فريق حريه كوناكري الغيني. في البدايه قول لي كده، التمرين ابتدى ولا لسه؟ يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي كان في محاضره فنيه لمستشفى التكتيكون، التدريب لسه ما ابتداش دلوقتي. قبل التدريب كمان عايز اقول لك حاجه مهمه، شايفين الحكم بكاري جسامه متواجد على ملعب مختار السيتش بيأدي التدريبات كالعاده. طبعا في حال وجوده ان هو بيكون متولي اي قيادة تحكيميه لاي مباراه بيبقى فيها طرف النادي الاهلي متواجد على ملعب مختار السيتش النهارده، يمكن هو كمان وطاقم التحكيم المتواجد معاه. لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات يمكن لسه نازله ارضيه الملعب، لسه التدريب ما بداش. كنت بقول لك محاضره النهارده سبقه الامران، مباراه مهمه جدا طبعا، في تركيز كبير كعاده لعيبه النادي الاهلي. مباراه بالنسبه لنا هي مباراه نهائي وليس مباراه تاهل، اللي احنا شايفينه المستر باتريس والكابتن محمد يوسف موصل للاعبين ان دي مباراه البطوله، هي دي المباراه. كل مباراه النادي الاهلي بيخشها في خلال المراحل اللي جايه بتكون هي مباراه بطوله. مباراه ان شاء الله تكون مهمه، ومباراه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وامالنا كبير يعني ان شاء الله حضور الجمهور باذن الله اللي يبقى ليه دافع كبير جدا اكيد ومؤازره جيده جدا للنادي الاهلي اكيد. طيب كريم طمني على الاصابات، طبعا فقرات التمرين لسه ما ابتدتش، اعتقد النهارده هيكون التمرين خفيف شويه او لا لسه في كمان تمرين بكره، فاعتقد هيبقى في تمرين قوي بالنسبه للفريق بكره، هيكون تمرين يعني من الناحيه البدنيه اقل شويه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يكون في تراي ماتش وقبل المباراه بيوم. لكن بالتحديد عايز اطمن جمهور النادي الاهلي يا كريم على الاصابات، واحنا عارفين في اكثر من لاعب يعني عنده اصابه خلال الفتره اللي فاتت وسوء حظ بيصادف الفريق قبل مباراه العوده امام حريه كوناكري. طمنا على الاصابات ماشيه ازاي يا كريم، وهل اتكلمت مع دكتور خالد محمود وطمنك ولا لا؟ هاخد من كلامك يا امير ان فعلا يمكن في سوء توفيق بيقابل الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، كثره الاصابات ليها اسباب طبعا يمكن ذكرناها قبل كده، قلنا تلاحم المباريات والجديه القويه جدا للعيبه النادي الاهلي بتبان في كل المباريات والتدريبات. تمام. لو بروح معاك للاصابات طبعا يعني نقدر نقول ان فقدان سعد سمير كان امر متوقع بعد خروجه من مباراه حريه كوناكري، لان يمكن ما كانش عنده الم في العضله الخلفيه، كان عنده شد، وشد في العضله الخلفيه يعني بياخد اكيد صعبه شويه كمان ان هو يخش في التمرينات الجماعيه. امس كان في الجيم النهارده يمكن في اختبار طبي لسعد سمير، لكن يعني بحكم الكوره وبحكم لغتنا ومرؤيتنا كمان للتدريبات سعد هيكون خارج قائمه النادي الاهلي وخارج التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. تمام. يعني كمان عمرو السوليه، يمكن عمرو السوليه كمان دخل في اجزاء من التدريب لكن لسه هيكون ان شاء الله جاهز عقب مباراه النجم اللبناني عمرو السوليه كمان بنأكد غيابه. دول اللي جايين محمد نجيب طبعا يمكن ليهم ظروف خاصه، محمد نجيب استمراره طبعا للعمليه اللي بنتمنى له كل الشفاء ان شاء الله يا رب. اكيد لعيبه رجاله ان شاء الله وخليه طبعا ظهور مميز جدا. جونيور اجايب نتمنى كمان ان شاء الله يعني مع مرور الوقت يخش في الاجواء بالنسبه لسه طبعا هو قدامه فتره، لكن يمكن هم دول اللعيبه اللي بنتمنى ان شاء الله يكون يعني يقربوا بالنسبه للاصابات، بعيد هم شويه طبعا لسه. لكن باكد لك يا امير السوليه وسعد سمير هم طبعا اللعيبه اللي كنا بنتمنى يكونوا متواجدين في هذه المباراه، متاكد على غيابهم طبعا يعني اثروا بشكل كبير جدا. طيب كريم كان في اختبار طبي المفروض هيتعمل لسعد سمير النهارده عشان يحددوا امكانيه لحقه بالمباراه او لا؟ انت خلاص بتاكد كده ان سعد سمير صعب جدا انه يلحق بمباراه ان شاء الله بعد بكره، هل كان في اختبار طبي اتعمل خلاص ولا لسه الامور هتبان اكتر خلال التمرين؟ يمكن من خلال تواجدي امير في اللحظات اللي انا بتكلم فيها سعد سمير مش متواجد في ارضيه الملعب، واضح ان هو في الفريق بيأدي بعض التدريبات. تمام. يعني نقدر نقول كمان واللي احنا سالنا وتاكدنا طبعا من طبيب النادي الاهلي كان بيقول فرص لحقه يمكن تكون قويه شويه، لكن باللي احنا شايفينه وبرؤيتنا لا نقدر نقول ان سعد سمير هيكون خارج لتشكيله النادي الاهلي غدا. طيب ميدو جابر جاهز صح؟ لا ميدو جابر بيأدي اداء متميز في التدريبات الاخيره واعلن جاهزيته، وحتى كان في تحذير كمان من مستر باتريس دي وكابتن محمد يوسف بعدم الاحتكاك في الكرات المشتركه حفاظا طبعا عليه، هو لسه راجع من اصابه لكن اكد جاهزيته بشكل كبير يكون متواجد ان شاء الله. عايز اكد لك كمان جاهزيه الشناوي، الشناوي طبعا خرج في تدريب الامس كان عنده كدمه في الركبه لكن يمكن كدمه بسيطه، كلمنا طبعا كمان الجهاز الطبي قال الشناوي كدمه بسيطه ان شاء الله ما تعوقوش، وادى كمان تدريبات بسيطه جدا النهارده قبل انطلاق المران وجاهز ان شاء الله بالنسبه لمباراه النادي الاهلي وحريه كوناكري. الشناوي ان شاء الله يكون موفق كمان باذن الله امير في هذه المباراه. طيب كريم انت من الناس القريبه قوي للفريق، قول لي لمست الحاله المعنويه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي قبل المباراه ازاي؟ وكمان عايز اعرف منك البرنامج الخاص بالفريق حتى موعد المباراه بعد غد ان شاء الله.
لو بتكلم معاك امير عن الحاله المعنويه وحاله اللاعبين، في تركيز كبير جدا وفي اصرار كبير وفي جديه في التدريبات اللي احنا شايفينها، في هدف هو اللي احنا شايفينه في عيون لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، هو تحقيق البطوله. واحنا انت ماشيين الحمد لله خطوه بخطوه، ان شاء الله بنقرب من المباراه النهائيه، عندنا ان شاء الله فرصه كبيره في وسط جمهورنا ان احنا نحقق نتيجه ان شاء الله تؤهلنا باذن الله الدور قبل النهائي. كمان عايز اكلمك على يمكن الامور الخاصه غدا باذن الله، يكون يوم شاق شويه على الجهاز الفني بالنسبه للاجتماع الفني اللي هيكون صباحا طبعا، مؤتمر الصحفي هيكون في الساعه 5:30 للنادي الاهلي في ملعب السلام، يجي مباشره تدريب الساعه 6:00 ويتم التدريب الاخير على ملعب استاد السلام اللي هيستقبل المباراه. الساعه 7:30 هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الحريه كوناتي اللافيني، يليه ايضا تدريب في الساعه 8:00 مساء على ملعب السلام. لكن بطمنك يا امير وبطمن كل جمهورنا، الامور هنا يمكن شايفينها فيها حاله تركيز كبيره، ان شاء الله تنعكس باذن الله على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى جمهورنا اللي بنأكد عليه ان شاء الله باذن الله يكون ليه مفعول السحر باذن الله في المباراه اكيد يوم السبت على استاد السلام في الساعه 9 مساء. يا رب ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي وزميلنا العزيز قال لنا كل اخبار الفرقه وحطينا في الصوره بشكل كبير جدا، وطمنا كمان على فريق النادي الاهلي قبل المباراه غايه في الاهميه امام فريق حريه كوناكري الغيني. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه في ظل مؤازره جماهيريه هتكون هامه جدا للنادي الاهلي في مباراه بعد غد ان شاء الله.